الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، قبيل القرن السابع عشر، قبل أن يكتشف المجهر وقبل أن تكتشف الجراثيم، فسر العلماء الأمراض الوبيلة الوبائية ذات العدوى تفسيرا ساذجا، فقالوا إن المرض يتوالد في الإنسان توالدا ذاتيا. أما لما كشف المجهر واكتشفت الجراثيم التي هي مسببات الأمراض المعدية والسارية، عرفت الحقيقة أن هذا المرض لا بد له من سبب، ولو كان هذا السبب غير مرئي، كائنات دقيقة دقيقة لا ترى بالعين لكنها ترى تحت عدسات المجهر. وعدت القاعدة الأولى وقتها أن النظافة هي الطريق الوحيدة للوقاية من الأمراض المعدية. القرآن الكريم ماذا قال؟ قال تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. شيء دقيق جدا هو أن القرآن الكريم استعمل كلمة الطهارة بدل النظافة، لأنه ما كل نظيف طاهر، لكن كل طاهر نظيف. العكس غير صحيح، الأداة الطاهرة نظيفة، لكن ما كل أداة نظيفة طاهرة، قد نجد فيها بعض الجراثيم. فلذلك جاءت عبارة القرآن الكريم أدق من عبارة النظافة، جاءت كلمة الطهارة في القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة من خلال الوحي السماوي بيّن أول من بيّن أن هناك أمراضاً تنتقل عن طريق العدوى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع على أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا، المقيم في الأرض كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. إنسان بأرض فيها مرض، هو قد لا يمرض ولكنه حمل المرض، فإذا خرج من هذه الأرض أو من هذه البلدة نقل المرض إلى بلاد كثيرة، فمن بقي في هذا البلد فهو في حكم الشهيد، ومن خرج منه فهو في حكم الفار من الزحف. هذا قاله النبي قبل 15 قرنا، وقد أشار إلى أن هناك أمراضا تنتقل عن طريق العدوى. أيها الإخوة الأكارم، حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. أوكئوا السقاء يعني أغلقوا فتحة السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. يعني هذه الجراثيم تنتقل عن طريق السوائل، فالإناء غير المغطى والسقاء غير المغلق ربما دخلته الجراثيم. هذا حديث آخر يدل على انتقال المرض عن طريق العدوى. وفي حديث ثالث يقول عليه الصلاة والسلام: تنكبوا الغبار فإن منها تكون النسمة. والنسمة المخلوق الحي مهما دق حجمه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بالنسمة إلى الجرثومة. تنكبوا الغبار فإن منها تكون النسمة. وفي حديث آخر: من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه. يعني من أكل فاكهة لم يغسلها فقد أعان على قتل نفسه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب التوحيد ومن باب
أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله، قال لا عدوى. يعني إذا مرض الإنسان لا ينبغي أن يتهم فلان بأنه أعداه، لأن النبي سئل عن الجمل يصاب بمرض الجرب، قال فمن أعدى الأول؟ لك أن تتخذ الأسباب، ولكن لا ينبغي أن تعزو المرض لغير الله عز وجل. لك أن تأخذ الأسباب، لك ألا تدخل على بلدة فيها مرض معدن. يقول عليه الصلاة والسلام لا يردن ممرض على مصح، ويقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فينفي أن تكون العدوى من دون أمر الله عز وجل، من دون إرادة الله تفعل فعلها. يجب أن تأخذ بكل الأسباب، وألا تعزو المرض إلا إلى قضاء الله وقدره. شيء آخر هو أن الكلب أيها الإخوة إذا ولغ في إناء أحدكم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. ولو رجعت إلى علماء الجراثيم لوجدت أن هذا الحديث الشريف من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأكياس المائية التي ينقلها هذا الحيوان عن طريق لعابه أو برازه لا تزول إلا بالتراب، فاغسلوه 7 مرات إحداهن بالتراب. الشيء الدقيق هو أن أمراضا كثيرة سميت في منظمة الصحة العالمية بأمراض القذارة، لا سبيل إلى الوقاية منها إلا بالنظافة، تنظيف كل شيء، الطعام، الخضروات، الفواكه، الأدوات، المنزل، الثياب. الإنسان بالنظافة يقيه الله عز وجل شر أمراض كثيرة ليست أقل من أن تكون مهلكة في بعض الأحيان. أيها الإخوة الأكارم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.